وهذه الفرقة الشجية البهية، فرقة الأجيال الصاعدة، ما لا يعلمه كثير من الناس أنهم قد رفعوا هذه في أعلى أو إلى أعلى سماء. نعم، رفعوها في تلمسان، رفعوها في سطيف، رفعوها في الجزائر العاصمة، في وهران، في باتنا، وفي كثير من أماكن العالم. شاركوا في مهرجانات دولية وهم بهذا يعلون قبعتنا ويعلون اسم ميساء عاليا في السماوات. فشكرا لكم عن بلسان كل من استمع لكم وابتهج بأنغامكم وبهذه المعاني الراقية التي تنشرونها، خاصة هذه الأغنية. في الحقيقة أقول أغنية لأنها جعلت أرواحنا تتغنى معها بلسان مزابي فصيح. تنمم ربضي حض ويتوري ربضي حض، هذه الحنجرة الرائعة التي أدتها قبل لحظات ولها مستقبل إن شاء الله. توني من الأدب الذي نتمنى أن يشيع في مجتمعنا. إذا فبارك الله فيكم.